السلام عليكم، مرحبا بكم. انا برنامج نادي للطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم طارت بالبنان وفلونش. ودابا المقادير، نحتاج هنا 200 غرام ديال البسكوي. انا هنا اختاريت ماريا مطحون، 60 غرام ديال الزبده، ونحتاج كريم باتيسري، نصف لتر حليب، بنان فلون ايديا فاني، 4 لتر ديال الليمون والسنيده. نمشيو دابا لطريقه التحضير. نجيب هنا المقله ديالي، غندوب فيها الزبده، من بعد ما دابت الزبده نجيب البسكوي ديالنا ونخليه يتحمر مزيان، غندي فيه وجبه حتى يتحس بيه يتحمر ونحيد. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما حضرنا البسكوي ديالنا شفتوا انا هنا في المول وقاديته، نديرو دابا في الثلاجة يبرد ونمشي نوجد كريم باتيسري. نجيب هنا، انا هنا درت 4 معالق ديال السنيدة، غندير 4 معالق، عفوا 2 معالق ديال كريم باتيسري. كيف ما قلت لكم وغندير السكر والحليب، ولكن هاد المقادير ما غنديرهمش كامله في الطارت ديالنا، غندير غير القياس اللي غيهز ليا المول. انا خلطتها في الحليب بارد وغنديرها دابا فوق النار مهيله حتى نحس بها بدات تعقد ونحيدها. من بعد ما وجدات كيف ما كتشاهدوا معايا غنخوي، كيف ما قلت لكم غنخوي غير القياس، تكون الطبقه شويه رقيقه. نخليها هنا تبرد شويه، عاد نقطع البنان ونديرو فوق منها. نجيب هنا 1.5 معلقة سنيده باش ما تجيناش حلوه بزاف، نخلطها مع الفلو ديال الفاني. بعد ما خلطتها مزيان غنجيب الكل نخلطو هنا مع الليمون، وعاد نديرو حتى يغلى ونطفي عليه. كيف ما قلت لكم، بعد ما خليت الكريم باتيسري بردات شويه، انا قطعت هنا البنان دوائر وصفتو. غنجيب فلو من بعد ما غلى ونخويه من الفوق، بهذا الشكل، ونخليها حتى تبرد ونزولها من المول. كتشاهدوا معايا سيداتي الطارت ديالنا كيفاش كتجي، يا هذه كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.